السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. اليوم رحلة جميلة وممتعة حول أصحاب الكهف. هذه الصور التي أمامكم قد التقطت قبل حوالي 30 سنة مضت. وكان أصحاب الكهف من ضمن الأماكن التي كنت أزورها تقريبا يوميا في ذلك الوقت. وهذه الصورة التي أمامكم يستطيع المشاهد أن يلاحظ قدم الصورة وأيضا أطراف المكان الذي أخذت فيه الصورة. وأحببت أن أزور المكان بعد مرور 30 سنة لكي نلاحظ ماذا حدث خلال هذه الفترة. فجاء في ذهني موضوع أصحاب الكهف على هذه السنين الطويلة الذين ناموا فيها واستيقظوا ورأوا الدنيا كم تبدلت. على سبيل المثال، عندما كنت أزور هذا المكان قبل 30 سنة لم يكن هناك عمران، ولم تكن هناك مباني أو مدارس، ولم يكون هناك حول هذا المكان حقول أو مروج أو شوارع وإلى آخره. فماذا لو عزيزي المشاهد أن الشخص منا ينام 300 سنة أو 100 سنة كما حصلت لنبي الله عزير؟ طبعا هناك كثير من الأمور وكثير من الحوادث قد تحدث ولا يعلم بها الشخص لأنه نائم. فسبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. عزيزي المشاهد الكريم، هناك حلقات قد عرضتها سابقا حول موضوع نقود أصحاب الكهف موجودة أسفل الرابط، أي شخص يستطيع أن يرجع إليها. وأخيرا وليس آخرا، عزيزي المشاهد، أترككم برعاية الله وحفظه مع جولة جميلة ولمحة بسيطة حول أصحاب الكهف وما حصل في هذه المنطقة والطاقة الروحانية التي يستطيع الشخص أن يحس بها أثناء الدخول إلى هذه الأماكن وأيضا إلى المسجد الذي بني بجانب أصحاب الكهف. وأخيرا وليس آخرا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله، ما شاء الله، هذا هنا المسجد كهف أهل الكهف. ان شاء الله بعد شوية حنروح الى مكان اصحاب الكهف. سمع الله. هذا المسجد، هذا المكان. الله. الزيارة لي الثانية، الزيارة الاولى كانت قبل 30 سنة والدنيا كلها متبدلة. طبعا هسه احنا رايحين الى مكان اصحاب الكهف في منطقة الرقيم في السحاب في العاصمة الأردنية. تخيلوا حندخل منطقة اصحاب الكهف شوي شوي. يا الله. السلام عليكم. هذا الكهف الذي يعود إلى أصحاب الكهف. هاي يوم شيخ. السلام عليكم. طبعا مكان رهيب.
هاي الشمس تجي من هنا من هاي الجهة، سبحان الله. وهاي حاطين هنا زجاج يعني حتى الشخص لا يعثر فيها. هاي مقتنيات اللي كانت بالكهف سابقا. طبعا هذا الكهف تم تعديله من ايام البيزنطيين، وتم تعديله ايضا 277 هجرية، وعن طريق الكربون 14 للعظام. تعود هذه العظام لأكثر تقريبا لألفين سنة، يعني في تلك الفترة. عزيزي المشاهد، هذه المناظر حول منطقة أصحاب الكهف، وهذه الأشجار والعمران والبناء لم يكن موجود خلال تقريبا 30 سنة. فسبحان الله مغير الأحوال، وسبحان الله الذي يغير ولا يتغير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.